متحف الشوكولا. يقع متحف الشوكولا ضمن مصنع باليت للشوكولا. يوجد بداخله مجسمات للعديد من الشخصيات التركية. إضافة إلى مجسمات لأشهر معالم إسطنبول، ومن بينها جسر البوسفور وآيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد، جميعها صنعت بالكامل من الشوكولا. وتعرض فيها هياكل ومجسمات لحيوانات ومناظر طبيعية كالأشجار والشلالات، إضافة إلى مجسمات للعديد من الشخصيات التاريخية والعالمية. ومجسمات للدمى والشخصيات الكرتونية المحبوبة مثل السنافر وبياض الثلج والأقزام وغيرها من الشخصيات التي يحبها الأطفال الصغار.